السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اصدقاء، قبل اي شيء عليكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. مجلس الخدمة يكشف عن درجات وظيفية جديدة ويحدد موعد المباشرة بالاجراء. كشف مجلس الخدمة الاتحادي عن درجات وظيفية جديدة وردت من ديوان الرقابة المالية، وفيما حدد عن موعدها والمباشرة بها كشفت عن آلية احتساب درجات المتقدمين للتعيين واختيارهم. وقال رئيس المجلس محمود التميمي ان المادة 12 اليف بالموازنة حددت الفئات المشمولة بالتوظيف وخاصة حملت الشهادات العليا والخريجين الأوائل، لافتة إلى أن المجلس سرده الكثير من الكتب من المؤسسات الحكومية والمناشدات لإطلاق استمارة التوظيف والمباشرة بإجراءات للتعيين، لكن دور المجلس هو إدارة الدرجات الوظيفية وليس صناعتها. وأضاف التميمي أن المجلس ستتوفر لديه أي درجة وظيفية كي يتسنى له إطلاقها، والدرجات الوظيفية تأتي من المؤسسات الحكومية لأن أصل المادة هو توظيف هاتين الفئتين المشمولتين بالتوظيف ضمن حركة الملاك. وأكد أنه إلى الآن لم ترد إلى المجلس أي درجات ناتجة عن حركة الملاك تنطبق وتنسجم مع مصادرها القانونية، باستثناء 116 درجة وردت من ديوان الرقابة المالية وسيتم إجراءات التوظيف فيها من الأسبوع المقبل. وأوضحت أن سبب عدم إطلاق الاستمارة منتفي لأن الدرجات غير موجودة أصلا، والمجلس لا يتحمل وزر هذه الدرجات كونها يجب إعدادها في المؤسسات ومن ثم المصادقة وتوفير التخصيص المالي لها في وزارة المالية، مؤكدا أن مجلس الخدمة هو الحلقة الأخيرة في مجال التوظيف. ولفت إلى أن المجلس ودليلا على جاهزيته أطلق استمارة التوظيف للمشمولين بالتعديل الثالث للقانون رقم 6 لعام 2000 للعلوميين، موضحا أن الاستمارة ما زالت مفتوحة ويتم استقبال الطلبات، وسيتم الانتهاء من هذا الملف قبل نهاية هذه السنة وتوظيفهم وإصدار قرار بتعيينهم في مؤسسات الحكومية التي طلبتهم. وأشار إلى أن مجلس الخدمة ولكي يطلق درجات وظيفية يجب أن تستوفي كل الشروط القانونية وأهمها توفير التخصيص المالي، وإلا لا يمكن إطلاق درجات وظيفية بدون تخصيص مالي، مشددا على أن مجلس الخدمة لا يتحمل أوزار عدم تنفيذ النص القانوني، بل بالعكس سعى المجلس بشكل جدي للتواصل مع المؤسسات الحكومية وكذلك مجلس النواب مع رئاسة الحكومة، وأوضح كيفية وآلية استثمار النص القانوني بالتوظيف، لكن إلى الآن لم ترد أي درجات. وأكد أن برنامج المجلس جاهز لإطلاق الاستمارة والمباشرة في إطلاق أي درجة وظيفية في حال وردت وخلال 24 ساعة، لافتا إلى أنه بحدود 35 ألف شخص دخلوا على استمارة العلوميين، قسم منهم أكملوا درجاتهم. وتابع سبق وأن دافعنا على مبدأ الشفافية الذي يعمل فيه المجلس بشكل نظري، ولكن إلى الآن تم تطبيقه حيث كل شخص يدخل لهذه الاستمارة ويكمل بياناته وترسل إلى المجلس وتغلق الاستمارة مباشرة تظهر نتيجة الدرجات التي حصل عليها في ضوء الحقوق الموجودة بالاستمارة. واردف بالقول: وأعتقد أن هذه الآلية أعلى معيار للشفافية الموجودة الآن، حيث المتقدم وبعد إنجاز المطلوب منه في الاستمارة يعرف كم حصل من نقاط في المرحلة الأولى، وهي التي تمثل عدد الدرجات الموجودة في الاستمارة. وأوضح أنه كلما يزيد المتقدم في ملء الحقول كلما تزيد درجاته أكثر، وإذا كانت لدى المتقدم خبرة في مجال تخصصه ولديه بحوث دراسية ومقالات منشورة وتوظيف بعقد أو أجر يومي ستضاف له درجات أيضا للمعدل النهائي. وحول ملف استكمال التعيين في المؤسسات البلدية، قال التميمي أن المجلس أنجز المصادقة على قرار التعيين في دائرة الماء بمحافظة البصرة بعد استكمال إجراءاتهم كافة، ومن ثم سنقطف في القريب العاجل ثمار المصادقة على باقي المؤسسات في كافة المحافظات. وبين أن هنالك بعض المتطلبات الواجب توفرها في ظل قانون الموازنة لسنة 2018 والتعليمات الواردة فيها، كون الآلية المعتمدة في التوظيف لسنة 2018 ستنطبق عليهم، مؤكدا أن المحافظات متعاونة جدا مع المجلس وسيتم تباعا إكمال ملف التعيين فيها جميعا.